أسئلة كثيرة جدا تسأل عن السحر التخييلي، هل هو ما يسمى بألعاب خفة اليد، وهل يجوز النظر إلى هذه الأمور؟ السحر على قسمين: سحر تخييلي وهو القمرة، وسحر حقيقي هذا المعروف. ذكر الزمخش الرازي، ذكر الرازي في تفسيره 8 أنواع للسحر، منها الحيل ومنها يعني أشياء ما هي بسحر، لكن يعني ظاهرها أنها خفية السبب، فيظن الناس أنها سحر وهي ما هي بسحر. ذكر هذا الرازي في تفسيره عند هذه الآية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآية من سورة البقرة. نعم.